من أول الصبح إلى حين أن ينام الإنسان يفكر ما هي الأزمة الموجودة؟ ماذا يأتي؟ أضع يدا علي؟ لا أستطيع أن أعمل شيئا؟ نحن بجواب في تلك الأزمة الكبرى استطاعت أن تفعل كل شيء. نقتبس منها شعاعا ونؤدي الواجب. الآن أول ما تطلعون برا تشاهدون الأطفال المشردون المهجرون. من هؤلاء الأطفال؟ هذه مو أزمة؟ هؤلاء رجال المستقبل يستعطون الناس. أنا ماذا يمكنني أن أفعل؟ لابد لكل واحد واحد منا أن يشكل لجنة لمتابعة هذه المشاكل. يشكل لجنة فريق جماعة 1 2 3 5 يشكلون لجنة لتعليم الأطفال. هذا الولد اللي يمشي بالشارع ويستعطي يجمعه في الحسين في المسجد في المعهد في المدرسة في البيت. ماكو مكان في بيتكم؟ ماكو مكان. افتح الباب 2 3 4 من الاولاد الصغار اعلمهم اربيهم. هؤلاء بهذا الواقع مأساة في المستقبل. الجرائم التي سوف لا سمح الله نراها في المستقبل كثير منها من هؤلاء الاولاد. صدام ماذا كان؟ صدام الذي اهلك الحرث والناس وهدم البلاد والعباد كان ولد مشرد. حطم العراق وأخر العراق 200 سنة وحطم إيران وحطم الخليج. من كان ولد مشرد؟ ما عنده مو معلوم من ربه. أنا أستطيع أن أفتح بيتي في اليوم ساعة ساعتين 3 ساعات أستوعب هؤلاء الأطفال 5 10 15 3 2 في المقدار الذي أستطيع. وأعلمهم الأخلاق الإسلامية وأعلمهم الأحكام الشرعية وأعلمهم القرآن وأعلمهم الأحاديث النبوية الأحاديث الشريفة. أستطيع ولا أستطيع بالمقدار الذي أتمنى. لا يخص لما أن يكون رجل دين، لا، أي واحد. أنا أحفظ سورة الفلق أعلم سورة الفلق. أنا أحفظ جوز عمه أعلم جوز عمه، هذا مو أكثر. أعرف أعلم الكمالات الكرم الجود السخاء قصص أهل البيت. أنقل له قصة يوميا ساعة ساعتين 3 ساعات بالمقدار المستطاع. لجنة لتعليم الأطفال وجمعهم من الشوارع. لجنة لتزويج الأرامل. الأرامل بكثرة، من لهن؟ وهذه حقيقة فاجعة. طبعا يمكن النساء يتكفلن شؤون هذه اللجنة. الأرملة يقرب وجهة نظرها إلى وجهة نظر شاب يريد أن يتزوج. مو بالضرورة واحد يصرخ مان، لا، بس كلام. بعض الأحيان كلام واحد مؤثر، بعض الأحيان وساقة وشفاعة مؤثرة. مو كل شيء يتوقف على المال حتى واحد يقول أنا ما عندي، لا،